من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج ولي آل محمد. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها جبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، سلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور، يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء،
اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد وعظما فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى وخفي مكرك وظهر أمره وغلب قهرك وجرت قدرته ولا يمكن الفرار ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرا. لا إله ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك على. اللهم مولاك من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار
لقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي قعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أمالي وخدعتني الدنيا ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعاء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولن أحترس فيه من تزيد عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدود
وخالفت بعض أوامره فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاء. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمته. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيده وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفته ولهج به لساني من ذكره واعتقده ضميري من حبه وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيئات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار
عبدك ساجدا وعلى ألسنة نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك ما هكذا الظن بك لا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهلي بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك
فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفو؟ أبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهل ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا يا حبيب القلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك أسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمته، ويناديك بلسان أهل توحيده، ويتوسل إليك بربوبيته يا مولاه. كيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمه؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا ربا؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه من فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك،
ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسان. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي، وقضيت به من إخلاد معاندي. لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماء أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا، تطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل كتمته أو أعلمته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. مولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي
أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء ومن كادني فكيد. اللهم ومن أراد شيخنا وقائدنا بسوء فأريد ومن كاده فكيد. واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي. فإنك قضيت على عبادك لعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا
الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. صلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى وليًا وحافظًا وقائدًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن مقوية دولته وسلطانه، وارزقنا الشهادة بين يديه، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. اللهم تقبل منا، شاف مرضانا، فك أسرانا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اقض حوائج الدنيا والآخرة، اكفنا ما أهمنا من أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، احفظ وأيد وسدد حماة الدين، لا سيما شيخنا القائد، اجعله في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. امنع عين الظلم أن تصل إليه وإلى سائر المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.